شن طيران العدوان السعودي غارتين على اللواء 26 ميكا في البيضاء، فيما شهدت مديرية الزهر في المحافظة اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش واللجان الشعبية من جهة، ومجاميع تنظيم القاعدة المنضوية تحت مسمى المقاومة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة لطيران العدو السعودي لإسنادهم. وأفاد مراسلنا أن مواجهات عنيفة دارت لساعات في منطقتي الحبج الأسفل والأجردي بمديرية الزاهر، استخدم فيها الطرفان الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بما فيها الكاتيوشا.